والله يا عم نادر، انا كمواطن يعني الخبر ده وجعني جدا. بعيدا عن الفشل اللي حاصل في اداره ملف وازمه كورونا، وبعيدا عن المصريين اللي بيموتوا على ابواب وعلى سلالم المستشفيات، لا لاقيين سرير يتعالجوا عليه ولا حتى لاقيين مكان يموتوا فيه. بعيدا عن الاستغاثات اللي كل يوم بتخرج على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش لا مستشفى حكومي فيها مكان ولا حتى مستشفيات خاصة. الليلة في بعض المستشفيات الخاصة تعدت 50,000 جنيه ومش لاقيين، يعني عيادات ومستشفيات خاصة بيفترضوا أو بيجبروا المواطن اللي داخل عنده فيروس كورونا أنه يحط في الحساب الأول قبل ما يخش 100 و200 و300 ألف جنيه، وياريت لاقي مكان. ولو جبت واسطة ودخلت مستشفى حكومة عشان تتعالج، هتشوف أسوأ معاملة وتشوف أسوأ طريقة. لا في الحد الأدنى من الإمكانيات، ولا الحد الأدنى من العناية، ولا الحد الأدنى من الرعاية، ولا حتى الحد الأدنى من المعاملة الطيبة اللي المفروض يتعامل بيها مواطن داخل مستشفى بتاعة بلده. مش هكلمك عن كل ده، هكلمك عن الخبر اللي طالع النهاردة. المتحدث أو الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بتفتخر وبتتباهى وكأنهم فتحوا ملطة. قال إيه؟ القوات المسلحة تحصل على المركز الأول والجائزة الذهبية. لما تشوف كده العنوان ده على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، واللي حط لوجو القوات المسلحة وصورة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، وتلاقي عنوان الخبر القوات المسلحة تحصل على الجائزة الذهبية، كمواطن زي حالاتي أو مواطن زي نادر فتوح أو مواطن زي أي مواطن من المواطنين اللي بيتفرجوا عليا، أول حاجة دماغه تروح فيها إن بلدنا صنعت حاجة، أو الجيش بتاعنا صنع بندقية أو صنع سلاح أو صنع خرطوشة. طالما جيش وقوات مسلحة وجيش دولة بيحصل على جائزة ذهبية، يبقى المفروض الجائزة الذهبية دي تبقى في المجال العسكري. بنشوف السباق العسكري كل يوم، الحق المسيرة التركية عملت ايه، الحق الاف 16 مش عارف وصلت فين، الحق منظومة الدفاع الروسية عملت ايه، الحق روسيا بتعمل ايه، واثيوبيا واسرائيل وامريكا والمانيا وفرنسا وايطاليا. اللي بيعمل ده مش القطاع المدني، ولا اللي بيعمل ده الوزارات المدنية، ده اللي بيعمل ده في الدول دي هي القوات المسلحة والمصانع الخاصة التابعة للقوات المسلحة. مش زي عندنا، وما بحبش أقول، والله ما بحبش أقول إن الجيش بتاعنا مسرح ولادنا في الشارع يبيعوا كوسة وبصل وعدس ويبيعوا مكرونة وسكر. مش عايز أقول الكلام ده لأن ده عيب، لأن ده كلام بيعرني أنا الأول وبيجي علي أنا الأول وبيقدح فيا أنا الأول قبل ما يقدح في الجيش، لأن ده جيش بلدي. لأن الشباب اللي واقف في الشارع اللي مخلص تعليمه ورايح يخدم بلده، رايح يخدم بلده، يلاقي نفسه بيبيع سكر أو بيسوق للهانم مرات البيت. تخيل، وكلكم مصريين وعارفيني، بكلمك أنت يا عم الحاج، بكلمك أنت يا ست الحاجة، بكلمك أنت يا أخويا يا شاب يا أختي، ما تعرفوش حد جاركو أو قريبكو أو ابنك أو ابنك دخل الجيش عشان يخدم بلده، اكتشف بالنهاية انه بيخدم بلده في مصنع للقوات المسلحة بيصنع زيت وسكر عشان البهوات يحطوا في جيبهم، او واقف خدمة على نادي 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 لأولاد البهوات اللي بيروحوا يلعبوا فيه ويقضوا فيه وقت كويس، او الخدمة بتاعته في الجيش خليته يسوق العربية للهانم وهي رايحة السوق، او يجيب الولاد من المدرسة، واسمه الجيش المصري، المجندين في الجيش المصري، وده اللي بيحصل. طيب هنتكلم بقى، طيب هسيب ده كله برضه وهنتكلم بقى عن مستشفيات الجيش. يا نادر، في بداية أزمة كورونا عبد الفتاح السيسي في إعلان حرب طلع وصور تجهيزات القوات المسلحة، فاكر الفيديو ده؟ وكان باليافطة العريضة كده استعدادات القوات المسلحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، كأن فيروس كورونا ده جيش عدو جاي قاتلنا. وراح عبد الفتاح السيسي لما كان ممشي الست وزيرة الصحة ورا خالص وماشي جنبه الرتب. طيب التجهيزات دي بقى راحت فين؟
لا شفنا مواطن مصري اتعالج فيها، ولا شفنا حد اتعزل في المستشفيات دي، ولا شفنا عيان، ولا شفنا مصاب، ولا شفنا ولد ولا بنت ولا حد ولا راجل ولا ست اتعالج في المستشفيات والتجهيزات، وكم ألف سرير وكم ألف أنبوب التنفس وكم ألف جهاز مش عارف تنفس صناعي وقياس نبض، الكلام ده كله اتبخر. النهارده جاي تقول لي مستشفى مش عارف ايه العسكري ومستشفى الطيران والمجمع الطبي بتاع القوات المسلحه، اللي لا انا ولا نادر فتوح ولا حد من اللي بيسمعوني معاه فلوس يقدر يخش يتعالج في المجمع الطبي بتاع القوات المسلحه، ولا مستشفى الطيران ولا المستشفيات العسكريه اللي بيفترضوا على المواطن قبل ما يخش يقع ويدفع من دمه قلب من دم قلبه قد كده.